تستغربش ان دي عربيه اكل صغيره واقفه في الشارع في الكتكات عند ام يوسف، هتلاقي الاكل البيتي اللي نفسك تحلم بيه عندها. ادي الفراخ البانيه محطوطه في السندوتشات وشكل الطماطم رهيبه، وعندها وجبات بانيه لو انت عايز، والمكرونه الحلوه اللذيذه اللي انت شايفها. بص العلبه الجميله دي تفتح النفس. ام يوسف الست المحترمه الجدعه اللي انا رحت لها مخصوص عشان اجرب من ايديها كل حاجه جميله. بص البانيه وهو طالع كده شكله يفتح النفس، ولا كمان السندوتش والجرجير جواه وتحط لك عليه شوية الطحينة، الله عليه. بص بقى الطماطم الحلوة الجميلة، أم يوسف المكرونة عندها تخلي الواحد يجوع وانت واقف عندها. الريحة بتاعتها ضربة في كل أهل الكتكات، كلهم مدمنين الأكل بتاعها، أم يوسف واللي زيها ستات كتير وأنا بدعمهم. دي العلبة اللي هي بتقدمها وبتبيعها للناس، وعليها كمان الصلصة وعليها شوية طماطم من فوق. الست دي قمة النظافة وبتقدم الأكل لكل أهل المنطقة وبيشكروا فيها، عشان كده هسمي بسم الله الرحمن الرحيم وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا عايز أقول لك إن هي بتعمل يعني الطماطم اللي هي حطاها صافي مفيش صلصة، طبق المكرونه بتاع ام الله يرحمها وبتاع خالتي هو ده اللي انا اكلته عند ام يوسف. فحاجه جميله جدا ان انت لما هتيجي عندها هتاكل كده اكل بيتي، يعني اكل امك وامي وخالتك وخالتي وعمتك وعمتي. طول عمري كنت احب اكل البطاطس مع المكرونه، احطهم مع بعض كده واكلهم. الله يرحمك يا امه والله العظيم، يعني كل ما بشوف واحده ست ببقى مبسوط جدا ان انا بدعمها، لان والله انا بفتكر امي وخالتي. حاسس الناس دي كلها بيبقى نفسها تعمل حاجات كتير جدا لعيالها، فعشان كده انا بدعم كل الستات المصريه. ام يوسف واللي زيها ناس محترمين. انا بتمنى من كل متابعين اكله عدنان يجوا عند ام يوسف ويدوقوا من ايديها الاكل الجميل ده. عايز كبده وبانيه واي حاجه موجوده عند ام يوسف، والقرن فلفل بسم الله ما شاء الله نازل في الزيت. ام يوسف الجدعنه والاحترام اللي اهل المنطقه كلها بيحلفوا بحياتها، وربنا يبارك لها. بص البانيه شكله عامل ازاي، كريسبي كريسبي كريسبي. قالت لي قبل كده ان هي كانت شغاله في محلات كبيره او فنادق كبيره، اعتقد كل الناس قالوا كده هون، وبتعمل الاكل البيت الجميل، عشان كده هسمي بسم الله ونتوكل على الله. أم يوسف في يوم من الأيام هتغطي على كل فراخ البانيه اللي موجودة في كل المحلات. مين اللي بيساعدك أصلا في الحاجات دي كلها؟ مش أي حد خالص خالص. أنت أنا أولا معايا صبيان بس، ربنا يخليهم لك، وثلاثة بربيهم لوحدي. ثلاثة. طيب أنت بقى هنا من الساعة كام بتبتدي الشغل بتاع حضرتك؟ الساعة 3 العصر. 3 العصر لغاية الساعة كام؟ لحد ما ربنا يأذن اللي ربنا بيقسمني بيه بمشي. طب الفكره جات لك ازاي اصلا؟ الظروف. ايوه الظروف مش حلوه. اول مره تشتغلي؟ لا طول حياتي شغاله، حتى كنت مع بويالي شغاله. نعم طول حياتي ظهري في ظهره واقفه في ظهره. بس هو نصيب كل واحد عايش وتقطع لحد كده. طيب الاكل اللي انت بتاديه للناس بصراحه مختلف، يعني ايه؟ يعني انا واحد باكل فراخ بانيه، باكل الكبده الطبيعي تمام، بس عند حضرتك سبحان الله تحس ان الوضع هنا مختلف. انا عامله تدبير، حاجه عامله شغل كله بيتي. مفيش لا بهارات كبده بس، لا ده انا بحط التوابل كامله، فلفل اسمر، بحط كمون، بحط كزبره، بحط ورق لورا، فلفل اخضر، بصل، ثوم، كل حاجه دي في فرمه في خلاط. وبعد كده انت تنزلي تحطها في التتبيله. بعد كده اقلب في التتبيله بتاعتي. يعني انت بتلاقي مثلا الشغل بتاعك من بدري لغايه لما يجي الساعه يمكن 9 10 الصبح، قبل ما بسبك وبعمل بغسل حاجتي كلها في البيت. انا ببقى عايزه ميه وهنا مفيش ميه. نعم. هو بصراحه في واحد مش مستني، مش مخليني عايزه حاجه من الشارع بصراحه. الله يجازيه خير. صلاح مش مخليني عايزه حاجه. الله يجازيه خير. وانا كان مديني محله شغاله فيه شويه يعني. طب وانت ليه مشيتي من المحل وخليتي تقفي بالعربيه بتاعتك؟ صحاب البيت عملوا له مشاكل يعني. هو كان سايب لي المحل بالمفتاح، قال لي بدل ما تروح وتيجي، لان انا مسكنه هنا. انت اصلا ساكنه فين؟ قدام شويه في الكتكات هنا ولا في النابه؟ في الكتكات بس عند استراكت، حته اسمها استراكت. شركه السكر.
طيب ايه الفكره بقى المكرونه عند حضرتك؟ يعني مثلا بصوا كده حضراتكم، هنا المكرونه عندك اسباجيتي وعندك اللي هي القلم. في ناس بتطلب دي، الناس الكبيره ما بتبقاش عايزه الطويل. الشباب والعيال الصغار عايزين الطويل. لا اعمل بقى يوم طويله ويوم صغننه ويوم قلم ويوم اسباجيتي، بمشيها يعني يوم ويوم، عشان الزبون برضو اللي ما يعني ما بياكلش ده يلاقي ده. طيب بالنسبه للاسعار عند حضرتك من كام لكام؟ ابدي سندوتش بطاطس ب 10، كبده ب 15 الساندوتش، البانيه ب 20، المكرونه ب 15 ب 25. لو جيت سالتك يا ام يوسف وعايزك تبصي كده، ايه اللي نفسك فيه؟ وتقولي اللي نفسك فيه، لان بصي قبل هو اهم حاجه طبعا الصدر، بس كل واحد بيبقى نفسه في حاجه. ما حد سالني السؤال ده، هو ربنا بعتني ليكي. ما حد سال. طب ايه اللي نفسك فيه؟ نفسي انا نفسي بقى حتى لو عايزه باترينا، عايزه حاجه، انا عايزه حاجه تبقى باترينا بس حاجتي. ايوه ما انا مش هقول محل، مش هطمع. ايوه ما اصل انا هاخد محل ما عنديش عده، انا نازله بعده بيتش، انا نازله بحاجه بيتش. يعني نازله بحاله بيتش، حاله بيتش، صواني بيتش، مظبوط بيتش. اما لقيت الدنيا ضاقت، انا عمري ما وقفت في الشارع على فكره. انا يمكن اول مره اقف في الشارع، فاول يوم اشتغلت حتى في الشارع كنت شغاله بدموع عيني، مش هيقتش ان انا واقفه ابيع سندوتشات، بس خلاص اتعملت. بعدين بالنسبه للبيت يعني في الشارع لازم ابقى واقفه زي ما انت بتقولي ما بتضحكيش، هو الشارع عايز كده، الشارع عايزنا اقف كده. يعني انا بقى حابه ان انا اقف كده، مش حد اللي يقول لي انا حابه ان انا اقف راجل في الشارع مش واحده ست. ده بيبقى ضد رغبتك اصلا، انت مش حابه تبقي كده، بس هو الظروف. عني الظروف، انا شايله مسؤوليه كبيره لوحدي، معيش راجل، معيش حد، معيش الا ربنا. ولادك كام سنه؟ معايا محمد 33 وعنده سيليا، بس برضه ظروفه يعني على قده، وفاتح بيت. شغال ايه محمد؟ محمد شغال خدمات بنوك. تمام. ومين التاني؟ ومعايا واحد شغال امن في المترو. امن في المترو. متجوز ولا لسه؟ لا لا عنده 30 سنه بس لسه متجوز. ويوسف ابن حضرتك؟ ومعايا يوسف، بس يوسف معاه 3 اعاقات ذهنيه وسمعيه وحركيه. فده احنا عايشين ببركه يوسف. ربنا يخليه لك والله. ده يوسف ده وبعدين مخليه يعتمد على نفسه، انا مش ما باخدش منه حاجه. ما باخدش من حد حاجه. وعندي ولادي الثلاثه ربنا يخليهم يا رب، انا ما بقعدش لحد لا دكتور ولا علاج، انا شايل نفسي بنفسي طول حياتي. عنيده شويه. بس مع العند حلو، يعني العند ان انا مخليني عندي كرامه قدام الدنيا كلها، كبره نفسي بكرامتي مش بفلوس. انا بحب كده. يعني حتى اخواتي، لا والله، حتى اخواتي يقول لي انت عنيده، مهما تاخدي راينا اللي في دماغك بتعملي، ما كانوش موافقين على الوقفه دي. ليه؟ يعني مش حابه تتكلمي. لا انا ماليش الا بنتين، ماليش حد، كان ليا اخ واحد ومات. فماليش الا هما بنتين. يعني هل هم شايفين ان ده ما ينفعش معاك انت بالذات يحصل كده؟ سنك وانا عامله مفصل في رجلي صناعي وجزر صناعي. نعم. وعندي عمليه مؤجله تاني في رجلي الثانيه، بقالها 3 سنين عاملاها، بقالي دلوقتي 3 سنين، فالمفروض اعمل الثانيه كان بعدها بست شهور، بس الظروف برضو مصاريف كانت كتير عليا. من 3 اشهر ما بتحركش من السرير وعلاج طبيعي. كنت بتروحي مستشفى ايه اللي كنت بتروحي؟ الهلال الاحمر. الهلال الاحمر. عملتها في الهلال الاحمر. لما بتخلصي بقى وتطلعي البيت تقعدي مع نفسك برضه، ايه اللي بتفكري فيه؟ والله انا ما بفكرش الا عايزه، انا مش عايزه حاجه في الدنيا الا دوت بس، يبقى يعني ابقى انا ميته حتى وانا عامله له حاجه بس، لان هو لوحده مش يعني ما فيش حد يسمع. فبقاوح عايزه اعمل له ورق، ورق كل ما اعمل له الورق بيوقف يرجع تاني. الورق بتاع الاعاقه هيفرق معاه؟ هيفرق في حياته هو مش في حياتي انا. يعني لو ليه شقه هقدر اجيبها له، لو في كشك ينفع يقف فيه، لو في حاجه تبقى المستقبل ليه هو مش ليا انا. انا مش عايزه حاجه، مش مخليه عايز من الدنيا حاجه. يعني انا وابوه ربنا يخليه له ابوه، بصراحه ابوه مش مقصر معاه هو في حاجه. ابوه مش مقصر معي خالص من ناحيه يوسف، لكن انا ماليش هو عامل خالص. نعم. بريا الليله. العنوان بتاعنا هنا فين؟ انا ساكنه فين؟ العنوان اللي احنا فيه هو ده كيت كات شارع مراد، بس انا ساكنه 16 شارع صلاح، تفرع من مراد. يعني احنا هنقول ان انت مكانك هنا في شارع مراد. ورا مسجد الكيت كات. ورا مسجد خالد بن وليد، مراد العمومي، شارع تمام. مراد العمومي. تمام. من الساعه 3 العصر
لغايه الساعه كام بتقفي بالليل؟ ممكن انا مروحه امبارح 12 ونص. اه يعني اقول مثلا من 3 العصر للساعه الساعه 11 12 اه يعني اخري كده في الشارع الساعه 11 بالليل. انا بتمنى من حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى ان تدعموا ام يوسف. اتمنى ان كل متابعين اكلة عدنان يجوا هنا الكيت كات في شارع مراد عشان ياخدوا من عند ام يوسف كل حاجه جميله ممكن تتخيلوا. احبكم في الله. ايه رايك في ام يوسف؟ لا اكلها الله اكبر عليها. انا نازله من بيتي صاحيه من النوم عشان اكل بس حضرتك وش ربنا يديك الصحه. ايه الحاجه المميزه عنها؟ المكرونه والكبده والبانيه والعدس. ناس هنا ناس محترمين كلها بتحب ام يوسف وربنا يبارك لكم ويبارك لنا. اختهم انا بقالي 30 سنه في خدمه العماره دي. من زمن. طب زمن ساكنه هنا في العماره دي. ايوه بتعمل اكل في البيت اللي يدخل طلبات بيجيبوا لها حاجتها بتعملها الصراحه. ودو بقى كحك العيد. كحك العيد ما احنا هنيجي كحك العيد هنا قلت لها هنيجي. الفسيخ بتعمل فسيخ؟ بتعمل فسيخ؟ خلاص احنا هنيجي ناكل الفسيخ. بس مش دلوقتي. ولا العجوه. اللي هو المعمول. طب هي بتعمل كل حاجه وانت بتعمل عصافير بس انا بعمل عصافير. لا بعمل عصافير على قد كده وعلى ايام فرح الايام. ربنا يبارك لك. انا بعمل معجنات وجميع الحلويات بعملها. عايز تقول ايه للحاجه يوسف؟ عايز تقول ايه؟ انا خلينا نعتمد على نفسي. اكل حلو. ايه اكل حلو؟ ايه وايه تاني؟ وفي صحابي بياكل معايا في محل الشارع كله؟ صحابك كلهم ولا اي حاجه؟ وانا مهتم مع السايق هنا بالشارع. بياكل عايز كبده مكرونه بفراخ عربيه. نعم. في الاول غلطت في الشقه. نعم. اما غلطت قفلوا المحل. ربنا يكرمك يا حبيبي. الحمد لله. ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك يا اختي. ربنا يرضى ويزيدك ولادك ربنا يخليك بصحتك. ربنا يجازيك خير واللي بتعمله يقعد لك. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب حضرتك. السلام عليكم.